سونيك تعال تعال لا 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 الجني شلكم اي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم اخوكم عمران حازمي وهنا بجنبي فهد الشيحة حبيبي اليوم بنلعب لعبه سونيك مانيا بلس الجديده وحاب نعلمكم انه في هذا الفيديو في جيف اواي على نسخة البلاي ستيشن 4 جيفاوي سونيك بلس مو بس بلاي ستيشن 4 عندنا كمان عندنا الاكس بوكس حلو نسخة الاكس بوكس وكمان للسويتشو سويتش فكل اللي عليكم تسوون انك تشتركون في القناة تكتبون تعليق كذا رهيب لذيذ رهيب يعني كذا التعليق كذا تبين مدى حبك لنا وبس وحنا حنختار من التعليقات وايضا لا تنسى الضغط على زر اللايك وبس ان شاء الله نرسل لك والاشتراك لو ما مشترك اي واهم شيء انك تكتب اسم الجهاز حقك وش النسخه اللي تبغاها سويتش ولا اكس بوكس ولا بلاي ستيشن فخلينا نبدا انا بلعب بري اسمه لا بري. غشاش لا والله عادي بس يطير ذا عادي هذا الاحمر ما فيه منه اي فائده ترى هذا اي مايتي انا باخذ سونيك دي انا فوق ولا تحت شوفك نسوي ملعب نبي ما اعرف انا فوق ايه. اوكي وي انا تحت وي دي صار مو كذا يطير اي اتحرك ما في لا يلاه جايك مليون طبعا معلومه بس رهيبه ان الاغاني حقت سونيك توقع سونيك 3 اللي سواها مايكل جاكسون طبعا هذا ما حد بيعترف فيها لان صارت مشاكل مع سيجا ومايكل جاكسون عشان كذا يقول لك صارت تسمع اغاني سونيك 3 تحس كان اغاني مايكل جاكسون قريبه منها هو سول كومبوز لها افا والله حركات يا مايكل لا 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 فلوسي واو يا اكرم المكان والله يطير هذا بشكل مو بصح اقول لك هذا زي كيف شوف هذا ايش فيه له نار برضو يا سلام يلا لا لا والله رهيب التحدي ذا سونيك تعال تعال لا 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 الجني شلكم اي اوكي والله يلحق والله سريع اللي معاك ذا استهبل يا جني انا دخلت مكان غلط كيف ورده طقت كيف ورده تطق ايش فين انا رايح يقول لك حمايه البيئه بطق اذا البيئه ما تحمينا انا ليش احميها اوكي 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 يا جني شلكت وياه اي لا استنى فين رايح انت يا والله بس شوف والله قريب مني غشاش اللي عندك والله قريب والله تعال تعال ما في جلد كذا طق اي هذه ايش اوه هذه تدوغ عاد اوه شوف تحس قريب مغني مايكل لا 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 قام كذا تطير بعد وي رجعت اي لا 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 صد المصيد البايخ ذي دقيقه فهد ما استنى استنى استنى, استنى عليه بفوز انا اول شيء خلينا انا اول ابشر ابشر اسمع لك كم تدفع والله ما عندي فلوس كذا يا ربي عاد خلق المراحل تدور اك يا اخ لا لا تنزلي تحت المويه يا اخي هذه مرحله فيها مويه يا اخي شوف انا سونيك ما احب العاب 2 دي كثير ما استمتع فيها 3 دي اجل 3 دي اكثر انا تعجبني 3 دي مشكلتي 2 دي انا ما تعطيني وقت استكشف فيه عرفت؟ اي يجري بس زي المهبول هذا هو هذه تخفصك هذه انتبه لا واللي قهرك بعد انه كل ما جني كيف طحت شلون؟ لسه دوب اسالك ايش يصير لما واحد ينهزم؟ ما ادري عادوني من اول استهبال هو الزبده والله نسيت ايش اقول ايوه تقول لي 3 دي الظاهر اي 2 دي ما تعجبني لعبه 2 دي 3 دي تعجبني جني سوزي كذا بعدين يسار ايوه عكس طيب ليه هذا كله ليش؟ والله انا ماني عارف الرائحه انا بس يلا مش حالك يا ساتر دقيقه انا ماشي صح؟ انا ادري هذا السؤال ده انا ادري وانا رايح يا اخي سونيك بس تجي اي اللي كنت بقول انه كل مرحله في اكثر من طريقه تخلصوا فيها صح صح هذا اللي يميزه انا اوريدي لا مو ميزه ذا شفت هذا الكلب العصبي هذا اي واحد انت تقصك على 2 دي اي هذا 2 دي طيب اي هذا ابدا ما هي ميزه نكبه اي لان ما زي الحين يلا ضيعت انت وين تروح؟ الله انا ما ادري وين ماشي ايش هذا دقيقه استنى اوكي اعطاني الرنج هذا اوكي يلا يا حبيبي خلاص يا ري روح تحرك انا ماني عارف اوكي فوق يلا فوق لو جني لا مو مره ثانيه لا اوكي كويس سفال هو والله هو استهبال ايش في انا ماني عارف انا ايش في انا ماشي صح ايش في هنا ايش في هنا ايش في هنا ها ليه حاطين لي ثنتين هنا ايش اسوي فيكم انتم والله هذا فيه ما في شيء ما في شيء مره تاخر تصميم ابو كلب تجلس ناقص كذا يا ربي بعدين تروح فوق شويه شويه شوف
هذه مشكله المره هذه انه اللعبه طحت انا اخر شيء. يا الله تطلع الحين تروح مكان انا ما تفي. ما انا عارف كيف عدي دي ولا انا جدني. افتح شوف في المرحله هذه زي ما قلت لك انها ما قلت ما حد تنقلنا اياها. ما انت قلت اوكي معايا تراني انت تلعب لعبه عمران. اي انا لعبه بس مو مره يعني دي استنى فانيكم خلص المرحله. اوكي هذه اللقطه. واو يا ولد قاعد احس اني قاعد اتقدم انا. اوكي خلينا وات ذا هيل عمران قاعد اتقدم ايش قاعد يصير لي؟ ما ادري والله انا ماني عارف. شوف وصلت تشيك بوينت. حتى انا اخذت تشيك بوينت. انا عديتك. لا انا معديك ما دام انك وصلت انا معديك. لا هذا ثاني واحده متاكد؟ إيه. لا شوف لا الموضوع فيه له وي. بسم الله انا فين وصلت؟ قاعد ارجع ايش قاعد يصير؟ ترى ما ادري قاعد ارجع قاعد اتقدم انا ما ادري وربي حاطري يا سلام. اوكي الظاهر انه وصلت لك ما ادري انت فوق ولا ايش؟ والله ما ادرى فهد. والله شوف انا وين والله بس لا انت بعيد انا عارف هذه الثانيه انا عارف فاهم قصدك. لا افتح يمين انقذ الزيت مات يا لطيف وقق انا لسه شوف كيف خايف عليك. خلص سنك مات والله حيوان ده لا خايف ولا شيء. فهد ترى ما طلت كثير ترى هذه اغنيتك كمان حلوه كذا دم ما هي مشكلة مو الأغنية عمراء. وات إيش هذا؟ سهلة تعال يا نكوز طير زين. يا الله بطيء نكوز بشكل. شو هذه؟ هذا ما شو وش اللي معي ذا؟ يبقص إيه ترى يتسلق كمان شوف كب يا الله يا فاشل نكوز يا ولد. إيش صعبة. إيه خلك ما حلتك ذي خلت فيك أغنية. أغنية حلوة. لا أوكي قرش. أدخل ده. يا أخي. صار لي أنا. لا ما حصل لي. ليكو رجعني ذا. يا حبيبي. أخيراً. لا وين أنا؟ فعلا لا معي يوصلك صح هذا. أمي حبسني رجعني نفس الطريقة اللي جيت منه شو الفائدة؟ نط بسرعة أنت تلحلح. أسبح. والله ما هي فائدة بدأ. مرة ثقيل نكوز. ايوه سلام عليك. روح دوس دن 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 فون فون. هي وش ذا؟ عمران وصل الى الاخي. يا الله يبارك. ايش هذا الشيء؟ لازم اقز يسار يعني كذا. لا خليك عليه هو يضرب. لا لازم اقز عليه ولا شيء اكيد. شوف بطلع بوب كورن الحين. ليش شوف كيف انا قاعد احركه شايف؟ ايه هذا خلص منها. سلق يا طبش شكله بيتسلق. يا ارقى هذه ميستر. اوه انا رايكم النهايه. لا استنى. يا الله كريه جيب تشيك بوينت. جاك فادي يا ويلك. اشرد مني اشرد منك. وين اروح انا؟ ما ادري وين ربي حاطني اصلا. ايوه وشو تشيك بوينت ثاني ما ادري وشو. لا فين عداني؟ يا الله قد يردني ورا. يا اخي ما ابغى اروح هنا. ايش صار؟ انت قاعد تلعب بالقمار. يا الله يصلحك. انت وداني ذا. الله يصلحك قاعد تلعب بالقمار. الله يصلحك بس. لا لا ترجعني. يا كلب لا ترجع. ليش كذا؟ ايوه سلام عليك. سلام. اوكي دخلنا في البلاعه. انت ايش اخذت مايتي؟ لما اخذت ناكوز؟ انا اخذت مايندينا صح؟ اوكي فزت. والله فاز. كيف؟ فاز كيف؟ ما ادري والله. لا تسالني والله المره اللي انت تسالني. والله احس مخي. يلا روح دعني اجيك استناني. فهد لا تتحرك. ما قاعد اكسر الدنيا. وي ايش وردني؟ استمتع. مكتوب صفق. ايش؟ مكتوب ابلوز صفق يعني. ليا؟ ما ادري ليش تصفق المهزوم؟ ايش قلة الادب ذي؟ مكتوب. اوكي انا جاي استنى عشان نرقص سوا. ما في بتموت. وقت. قاعد شوف شكل حقي ينتظرك. حيوان لحق حيوان وبعدين معاه. والله كلب. وينر فهد الشيحه. لا انت اللي فزت. ليه انت اللي عندك الكاس؟ انا هنا فزت. تو فزت يعني. هم يحددون من الفائز. يعطيكم العافيه المتابعه. لا تنسوا ضغط زر اللايك وايضا الاشتراك في الجيف اواي الرهيب حق السونيك جيف هاوي. ونشوفكم ان شاء الله في حلقه اخرى. باذن الله. مع السلامه.